السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى البغوري من قناة سنابودا بيزنس. النهاردة إن شاء الله هنشرح دراسة جدوى لمعرض طابلوهات، تمام؟ يعني طابلوهات اللي هي المودرن والطابلوهات الكلاسيك. طبعا المشروع ده مشروع مربح جدا ومشروع محترم جدا ومشروع فني. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بالتفصيل إزاي تبدأ المشروع إذا كنت أنت هتجيب العدة بتاعتك والأدوات، أو إذا كنت أنت مثلا هتبقى معرض بس وهتقفل الطابلوهات بتاعتك في مكان، وانت المكان بتاعك يا دوبك بس انت هتعرض فيه المنتجات بتاعتك او الطابلوهات بتاعتك. اول حاجه انت عندك نوعين من الطابلوهات، نوع بيتقفل على خشب MDF مصمخ، والنوع الثاني بيبقى معمول على اطار خشبي. هنشرح ده وهنشرح ده واقول لكم انهي افضل نوع. بالنسبه للطابلوه اللي بيتقفل على الخشب MDF، الطابلوه ده انت طبعا بتحتاج ان انت تطبع الطابلوه على خامه زي الكانفاس او الفينيل او البانر، الثلاث خامات دول. طبعا الطابلوه MDF بيبقى معمول عليه دبل فيس، بحيث ان انت بتشيل طبقه الدبل فيس وبتثبت وبتلزق عليها الطابلو بتاعك التصميم بتاعك. بالنسبه للاطار الخشبي يا تطبع عليه بانر يا تطبع عليه كانفاس بس. طبعا الكانفاس والبانر دول دي خامات طباعه، البانر بيبقى جلد شويه والكانفاس بيبقى تحس ان ملمسه ملمس قماش. الطابلو الخشبي طبعا ما ينفعش عليه فينيل، لان الفينيل ده ستيكر بيلزق. فالاطار الخشبي تقدر انت تشد عليه لوحه الكانفاس او تشد عليه لوحه البانر. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن تكلفه المشروع. نبدا الاول بشرح الاطار الخشبي. لو انت هتعمل الطابلو على اطار خشبي، طبعا الاطار الخشبي ده بيبقى وزنه خفيف وجودته اعلى. عندنا طبعا النوع الثاني اللي هو الطابلو MDF. MDF اسهل تنفيذه، لكن عيبه ان هو وزنه تقيل، يعني لما بيتعلق على الحيطه بعد كده اهو ممكن مع الوقت تاخد المسمار وتقع. يعني ده ليه مزايا والعيوب، وده ليه مزايا والعيوب. نتكلم الاول عن مزايا الطابلو المتقفل على فريم خشبي. طبعا وزنه خفيف وبيدي شكل جميل، وبيبقى ليه بروز على الحيطه، تمام. طبعا هنتكلم دلوقتي عن ازاي نعمل طابلو متقفل على برواز خشبي. اول حاجه هنحتاج كومبريسور ومدفع مسامير. الكومبريسور والمدفع المسامير يعني بيتكلموا في حدود 10,000. هنحتاج منشار ديسك، اسمه منشار ديسك، اللي انت بتقفل بيه الاعواد. الاعواد بتجي لك العمود مثلا 2.5 متر، انت بتقفل وبتقطع وبتقفل الفريم بتاعك على حسب المقاس الطابلو المطلوب منك، تمام. يبقى انت محتاج عشان تقفل طابلو في اطار خشبي محتاج منشار ديسك ومحتاج كومبريسور هواء ومسدس مسامير. محتاج ترابيزه كبيره وتبقى فارشها بقماشه قطيفه علشان ما تجرحش الطابلو بعد ما تطبعه. هتحتاج برضو مكنه طباعه اندور رولاند او مماكي. عاوز تشتريها ماشي، عاوز تطبع في مكان بره مضمون مفيش اي مشكله. طبعا المكنه الرولاند او المماكي احنا بنتكلم في سعر من 100,000 ل 150,000، وفي مكن سعره بيعدي 150,000 على حسب السرعه وعلى حسب الكواليتي، ودي اكس 5 ولا دي اكس 7 والكلام ده كله. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن ان انت هتجيب المكنه، مكنه الطباعه الاندور اللي انت هتطبع بيها الطابلو نفسه، وهتجيب المنشار الديسك، وهتجيب الكمبريسور ومدفع المسامير علشان تقفل بيها الاطار الخشبي بتاعك، وهتجيب ترابيزه وهتفرشها بقطيفه علشان ما تجرحش الخامه بعد ما تطبع، وهتبدا تقفل الطابلو بتاعك. طبعا انت تحسب تكلفتك، العود بيقف عليك بكام، والطابلو تحسب تكلفتك، المتر الطباعه عليك بكذا، وتبدا تحسب التكلفه بناء عليه. انت تحط هامش ربح ليك وتحط سعر الطابلو. طبعا اللي بيميز معرض طابلوهات عن الثاني هو الكواليتي، الالوان وجودتها والريزوليوشن. رابع حاجه هتحتاج ان انت تشتري مكتبه طابلوهات جاهزه، ودي موجوده طبعا في شركات كثيره بتعرضها. ممكن تشتري مكتبه طابلوهات مودرن وكلاسيك واسلامي ومصر القديمه وورود وفن تجريدي. طبعا الشغل ده كويس جدا وموجود في شركات بتبيعه. وطبعا انت هتحتاج ان انت تأجر مكان شيك، ما تأجرش اي مكان يكون في منطقه راقيه، مكان شيك تعرض فيه الطابلوهات بتاعتك بشكل جميل، مكان نظيف. طبعا لو العميل دخل عندك اختار من الطابلوهات اللي معروضه مفيش مشكله. حب هو يطبع تصميم تاني بمقاس مختلف تقدر برضه ان انت تنفذه له. احنا دلوقتي اتكلمنا عن متطلبات طباعه الطابلو اللي على فريم خشب. طب دلوقتي عاوزين لو هنتكلم عن الطابلو اللي بيبقى بيتكبس على خشب MDF، انت مش محتاج غير ان انت تطبع الطابلو وبعدين بتكبسه بايدك عادي جدا على الطابلو الخشب MDF، لان هو كده كده الطابلو الخشب MDF هي مقاسات جاهزه وموجوده في السوق وفيها دبل فيس. فانت يا دوبك بتشيل الستيكر وبتثبت عليه الكانفاس اللي انت طبعته او البانر اللي انت طبعته او الفينيل. هو كده كده مش محتاج فينيل، انت كده كده اصلا هو الطابلو نفسه
هو دبل فيس اصلا. فطبعا في الطبلوهات الام دي اف انت مش محتاج طبعا تجيب كومبريسور ومسامير ومدفع مسامير، ومش محتاج تجيب منشار ديسك عشان تقطع الاعواد، لان انت كده كده اصلا انت بيجي لك الطابلو جاهز، يا دوبك انت بتلزق عليه بس الكانفاس او البانر بتاعه. طبعا من عيب من عيوب الخشب الام دي اف ان انت مرتبط بمقاسات معينه ستاندرد، هي دي اللي موجوده في السوق، هي دي اللي انت بتشتريها. لكن الاطار الخشبي انت تقدر تعمل مقاسات براحتك، تقدر تعمل مثلا العميل عاوز مثلا طابلو مقاسه متر في 70، بتقطع متر في 70 وتقفله بالكمبريسور وبتشد عليه الكانفاس او البانر بتاعك. لكن الخشب الام دي اف انت ملزم بمقاسات معينه. وفي كمان طابلوهات بتبقى عباره عن كذا تصميم جنب بعض، وكل تصميم بمقاس معين. هو عيب الخشب الام دي اف ان انت ما بتقدرش ان انت يعني انت محكوم بمقاسات معينه، ما بتقدرش ان انت تغيرها، تمام؟ وعيب الخشب الام دي اف برده ان هو وزنه تقيل شويه، يعني لو انت حطيته على الحيطه ممكن مع الوقت ياخد المسمار ويقع. لكن الاطار الخشبي او الفريم الخشبي وزنه خفيف، لو اتحط على الحيطه وزنه خفيف جدا، ما بيعملش اي مشكله خالص. طبعا حابب ان انت تشتري مكنه الرولاند او المماكي، هي سعرها بيتراوح من 100,000 و150,000. والله انت معاك راس مال اشتري، معاكش راس مال ممكن تطبع بره وتقفل عندك، ممكن كمان تقفل كل الشغل بره. اهم حاجه بقى ان انت يكون عندك، طبعا احنا قلنا اهم حاجه ان انت تشتري مكتبة طبلوهات مودرن وحديثة بتاعة السنة، وتبدأ تسوق، تعمل صفحة على الفيس، دي أهم حاجة، تعمل صفحة على الفيس وتعمل تصميمات جميلة وشيك، وتبدأ إن تعمل إعلانات ممولة علشان تبدأ إن أنت يجي لك عملاء وتبدأ تشتغل. أتمنى إن الشرح بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ولو في أي استفسار ممكن برضه تسيبه في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وكان معكم مصطفى البابوري من قناة سنة أولى بزنس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.